من قبل أسابيع شاركت بيزان إسماعيل فيديو على يوتيوب كان بعنوان صرت باربي ليوم كامل، واللي حقق ملايين المشاهدات ونجاح كتير كبير، إلا أنه هذا الفيديو أزعج متابعين لانا ولين واتهموها بالتقليد. فالأختان شاركتا نفس فكرة الفيديو بفيديو نزل على قناتهم على يوتيوب قبل شهرين، وبيسان ولانا ولين ما ردوا على كل هالانتقادات والهجوم اللي تعرضت له بيسان اسماعيل، ليوم ما اجى اليوم المنتظر اللي اجتمعوا فيه البنات بمقابلة لبيسان اسماعيل مع لانا ولين ضمن برنامجهم الجديد على تلفزيون الآن، واللي انصدم الجميع من المقابلة وما تحمله من مفاجآت وحقائق وقصف جبهات بين الطرفين، حيث واجهت الأختان لانا ولين عدة انتقادات بعد نزول الحلقة نظرا لعدم احترافيتهم في تقديم البرنامج وحكيهم العشوائي والغير منتظم، إلى جانب ذلك عدم احترامهم للضيف وأسئلتهم المزعجة. وبدأ على ملامح بيسان اسماعيل الاستغراب والصدمة وقت المقابلة. وبالحديث عن موضوع فيديو صرت باربي ليوم كامل، فما ترددت لانا ولين من طرح هذا الموضوع على بيسان اسماعيل والحديث عن جدل تقليدها لهم وأخذ الفكرة منهم ومن ميلا مروى ابنة أنس وأصالة. غير عن ذلك صرحوا أنهم قاموا بحذف فيديو كامل كانوا حينزلوه على قناتهم على يوتيوب من بعد ما عرفوا أنه بيسان منزل نفس فكرة الفيديو على قناتها. غير عن ذلك فحكوا عن جدل فستان الدولارات والانتقادات اللي تعرضت لها بيسان بسببه، وأيضا عن حقيقة علاقتها بأنس الشايب والكثير والكثير، إلى أنه بيسان حاولت ترد هالهجوم خلال المقابلة بطرحها لسؤال كان ليش بطلت تصوير مع نور مار، وهذا جاء من بعض الإشاعات اللي طلعت عن خلافهم مع بعض، وأجابت لانا بي خلصت الأفكار لهيك بطلنا التصوير مع بعض. فبعد نزول الحلقة واجهت لانا ولين هجوم كتير كبير وانتقادات عديدة، ولكن لم ترد الأختان على هالانتقادات لحد الآن رغم أنها صارت متكررة بعد عرض 4 حلقات من البرنامج، إلا أنه بيسان شاركت ستوري على انستغرام قبل ساعات جمعها مع أنس الشايب وهي عم بتغني وحطت إيموجي أفعى، فهذا الستوري اعتبروا البعض ردا على ما حصل مع لانا ولين ضمن البرنامج، وبعد ما انتشرت إشاعات خلافهم، ولانا ولين وبيسان ما نفيوا هالإشاعات لحد الآن ولم يردوا بشكل رسمي، فشو رأيكم أنتو؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.